النهارده هنعمل المريضه شد المواكب بجهاز الالترا فورمر. جهاز الالترا فورمر هو تقنيه الهايفو اللي هي هاي انتنسيتي فوكس الالترا ساوند، اللي هي تقنيه الالترا ساوند لشد الوجه. الالترا ساوند بيشتغل على البشره على 3 طبقات، طبقه الاسماس اللي هي فوق العضله، طبقه الدهون، وطبقه الجلد، بيعمل تحفيز للكولاجين. المريض الاول بيتخدر قبل الجلسه تخدير موضعي، تخدير قوي لمده نص ساعه، وبعدين الجلسه بتتراوح ما بين 30 ل 45 دقيقه. المريض بيبدا يشوف نتائج فوريه بعد الجلسه، النتائج بتزيد خلال 3 شهور، دي الماكسيمم ريزلت. بعدين بنقيم اذا كان المريض محتاج جلسه ثانيه او لا.